بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في محاضرة اليوم رح نتكلم عن سكشن 3.6 بعنوان Higher Order Derivatives أو المشتقات العليا. أهلا وسهلا بكم وأتمنى لكم محاضرة ممتعة بإذن الله. شفنا في المحاضرات الماضية إنه إذا كان عندي Differentiable Function F of X ممكن أتكلم عن Function آخر اللي هو الديريفاتيف للفانكشن F ورمزنا للفانكشن بالرمز F برايم. إذن الـ F برايم بتعبر عن الديريفاتيف للفانكشن F. طيب الآن إذا كان الـ F برايم as a function هو ديفرانشابل أيضا ممكن أتكلم عن الديريفاتيف للـ F برايم، وهي رح أسميها F دبل برايم أو السكند ديريفاتيف أو المشتقة الثانية للفانكشن F. إذن السكند ديريفاتيف للفانكشن F هي عبارة عن الديريفاتيف لمين؟ الديريفاتيف للF برايم. الآن بطريقة مماثلة إذا كانت الF دبل برايم as a function هي differentiable أيضا ممكن أتكلم عن الديريفاتيف للF دبل برايم، هاي رح أسميها F تريبل برايم أو الثيرد ديريفاتيف أو المشتقة الثالثة. إذن الثيرد ديريفاتيف هي عبارة عن الديريفاتيف للF دبل برايم. ممتاز. الآن بنفس الطريقة ممكن أتكلم عن المشتقة الرابعة والخامسة والسادسة لغاية ما أوصل المشتقة رقم N أو الـ Nth derivative، لكن بدءا من المشتقة الرابعة راح أعبر عن المشتقة بالطريقة التالية. ولاحظوا الآن راح أحط الأربعة بين قوسين للدلالة أو لتمييزها عن الأس. فهي شو بتعني؟ هاي بتعني المشتقة الرابعة للفانكشن F، هاي مثلا بتعني المشتقة الخامسة للفانكشن F لغاية F الـ N اللي المشتقة رقم N للفانكشن F. ولاحظوا هون ضروري نحط الأعداد اللي هون بين قوسين لتمييزها عن الأس. إذن هاي طريقة للترميز. في طريقة أخرى احنا شفنا إنه منعبر عن first derivative على الشكل D على DX لـ F الـ X. الآن second derivative ممكن أعبر عنها D تربيع على دي اكس تربيع اف الاكس. ولاحظوا هون التربيع على الدي وهون التربيع على الاكس. الثيرد ديريفاتيف او المشتقه الثالثه بعبر عنها دي تكعيب على دي اكس تكعيب للفانكشن اف اوف اكس، وهكذا لغايه الانث ديريفاتيف بعبر عنها بالرمز دي ان على دي اكس تو ذا باور ان لاف الاكس. اذا هذا هو المقصود بالهاير اوردر ديريفاتيفز. طيب الآن شفنا كيف نعبر عن الـ higher order derivatives من خلال الـ function f of x. الآن إذا كانت الـ y بتساوي f of x ممكن أعبر عن الـ higher order derivatives من خلال الـ y. لاحظوا الـ y prime بتعبر عن الـ first derivative، الـ y double prime second derivative، الـ y triple prime عن الـ third derivative وهكذا. أو ممكن أستخدم الرموز التالية dy على dx للتعبير عن الـ first derivative، ودي تربيع y على dx تربيع للتعبير عن second derivative. ومرة أخرى لاحظوا إنه هون التربيع على d وهون التربيع على x. وهكذا الآن ممكن أعبر عن الـ nth derivative على الشكل dny على dx to the power n. Example 1. Find each of the following. بالفرع A بيطلب مني إيجاد f double prime x للfunction f of x بساوي x أس 5 زائد 2x تكعيب ناقص 2x. طيب الآن عشان نوجد الـ f دبل برايم of x في البداية بدي أوجد الـ f برايم of x. شو بتساوي؟ طيب وأنا عندي x أس 5 مشتقتها هي 5 في x أس 4 زائد هون في عندي 2x تكعيب مشتقتها هي 6x تربيع، وهون عندنا ناقص 2x مشتقتها هي ناقص 2. الآن عشان أوجد الـ f دبل برايم of x عرفنا الـ f دبل برايم اوف x هي عبارة عن الديريفاتيف للـ f برايم. الآن عندي هون 5x أس 4 الديريفاتيف لها هي 20x تكعيب، وهون في عندي 6x تربيع الديريفاتيف لها هي 12x، والناقص 2 الديريفاتيف لها 0. إذا هاي هي الـ f دبل برايم اوف x. الفرع B بيطلب مني إيجاد المشتقة الخامسة لـ y بيساوي x أس 7 ناقص 2x أس 4 زائد 6x تربيع ناقص 12. طيب الآن عشان نوجد المشتقة الخامسة لازم في البداية نوجد المشتقة الأولى
بعدين الثانية والثالثة والرابعة لحتى نوصل للمشتقة الخامسة. إذا في البداية خلينا نطلع المشتقة الأولى اللي هي dy على dx، شو بتساوي؟ لاحظوا أن عندي x أس 7، إذا 7 x أس 6 ناقص 4 في 2 8 x تكعيب، 2 في 6 راح تعطيني 12 x، والناقص 12 الديريفاتيف إلها صفر. الآن خلينا نطلع المشتقة الثانية دي تربيع y على دي اكس تربيع، لاحظوا هاي بتساوي الديريفاتيف ل دي واي على دي اكس، اذا 6 في 7 42 اكس اس 5 ناقص 3 في 8 24 اكس تربيع زائد 12. ممتاز. طيب الآن المشتقة الثالثة دي تكعيب واي على دي اكس تكعيب، شو راح تساوي؟ طيب الآن عندي 5 في 42، 5 في 2 10، و 5 في 4 20 21، يعني 210 اكس أس 4 ناقص 2 في 24 راح يعطيني 48 إكس، وال 12 مشتقتها صفر. إذن هاي المشتقة الثالثة. بنيجي الآن للمشتقة الرابعة، إذن دي 4 واي على دي إكس أس 4 هاي شو راح تساوي؟ طيب الآن عندي 4 في 210 هاي راح تعطيني كام؟ 840 إكس تكعيب ناقص 48. وأخيرا نوصل للمشتقة الخامسة، إذن دي 5 واي على دي اكس أس 5 هاي شو راح تساوي؟ 3 في 840، 3 في 0 0، 3 في 4 12، 3 في 8 24 1 25، إذن 2520 اكس تربيع، وهاي مشتقتها كان صفر. إذن هاي هي المشتقة الخامسة للفانكشن واي. Example 2 معطيني الفانكشن f of x بساوي sin x تربيع، وبدي أوجد f double prime x. طيب إذا في البداية خلينا أوجد f prime x، شو بتساوي؟ لاحظوا الآن عندي sin x تربيع، مشتقة الساين هي cosine، بحتفظ في الزاوية اللي هي x تربيع في مشتقة الزاوية، الزاوية x تربيع إذا مشتقتها 2x، خلينا أرتبها هاي وأكتبها على شكل 2x cosine x تربيع. هنا هي ال f برايم. الآن خلينا أوجد ال f دبل برايم ال x اللي هي الديريفاتيف لل f برايم. لاحظوا f برايم عبارة عن product of two functions، خلينا نعتبر هذا الفانكشن الأول 2x وهذا الفانكشن الثاني كوساين x تربيع. إذا عشان نوجد الديريفاتيف بدي أستخدم ال product rule، الأول اللي هو 2x في مشتقة الثاني، مشتقة الكوساين هي ماينس ساين، بحتفظ في الزاوية x تربيع في مشتقة الزاوية. لاحظوا هاي الآن الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني اللي هو كوساين x تربيع في مشتقة الأول، الأول هو 2x مشتقته كام؟ 2. الآن فقط خلينا نعيد الترتيب، إذا هاي شو راح تساوي؟ لاحظوا هون في عندي ناقص، هون في عندي 2x في 2x 4x تربيع، هون عندي ساين x تربيع، نخلص من المقدار اللي هون زائد المقدار اللي هون اللي هو 2 كوساين x تربيع. إذا هاي هي f دبل برايم x. الآن بالنسبة للهاير ديريفاتيفز للساين والكوساين، راح ألاحظ إنه هالديريفاتيفز بتصير وفق نمط معين، والسبب في ذلك إنه كل من الساين والكوساين هو بيريوديك فانكشن. الآن عشان نشوف النمط اللي بتصير عليه الديريفاتيف، خلينا نأخذ مثال مثلاً ساين الإكس. لاحظوا الآن f برايم الإكس هي كوساين الإكس، يعني مشتقة الساين هي كوساين، هاي بنعرفها. الآن f دبل برايم الإكس بدي أوجد f برايم للكوساين اللي هي راح تعطيني ماينس ساين. الآن المشتقة الثالثة راح أوجد المشتقة للماينس ساين اللي راح تعطيني ماينس كوساين، والمشتقة الرابعة راح أشتق المشتقة الثالثة وراح تعطيني ساين. إذا لاحظوا لما وصلت المشتقة الرابعة رجعت للفانكشن الأصلي اللي هو ساين x. الآن لو سألت عن المشتقة الخامسة راح تكون كوساين، السادسة ماينس ساين، السابعة ماينس كوساين، الثامنة ساين. إذا لاحظوا لما أوجد المشتقة عند مضاعفات الأربعة دائما راح تعطيني ساين x. طيب الآن لو سألت مثلا عن المشتقة رقم 17 لا الساين، هاي شو راح تساوي؟
لاحظوا الآن المشتقة 16 هي ساين إكس، وبالتالي المشتقة 17 هي إف برايم إكس اللي هي بتساوي كام؟ كوساين إكس. إذا لاحظوا عشان أوجد المشتقة 17 شو بعمل؟ 17 بقسمها على 4 فيها 4 والباقي 1، إذا المشتقة 17 هي نفس المشتقة الأولى أو إف برايم. الآن لو بدي مثلا إف 18 مشتقة 18 عند الإكس هي شو راح تساوي؟ لأن 18 على 4 فيها 4 في 4 16 والباقي 2، إذا هاي راح تساوي إف دبل برايم الإكس، وشو راح تساوي هاي؟ راح تساوي ماينس ساين إكس. الآن لو بدي المشتقة 19 هاي شو راح تعطيني؟ مرة أخرى 19 على 4 فيها 4 والباقي 3، إذا هاي راح تساوي إف تربل برايم عند الإكس، وهي شو راح تساوي من هون؟ ماينس كوساين إكس. الآن لو بدي المشتقة 20 مثلا للساين هاي شو راح تعطينا؟ لاحظوا الآن 20 على 4 فيها 5 والباقي 0، إذا هاي مرة أخرى راح تساوي إف الإكس اللي هي ساين إكس. لاحظوا الآن كيف بصير النمط في الديريفاتيف للساين. نفس الشيء ممكن نعمله مع الكوساين ونكتشف النمط اللي بصير عليه الديريفاتيفز للكوساين اكس. Example 3 find y double prime y plus sin y equal x. طيب الان عشان نوجد الواي دبل برايم في البدايه بدي اوجد y برايم، وبما انه هالمعادله بتعبر بطريقه ضمنيه عن الواي as a function of x، اذا لازم استخدم الامبليسيت ديفرنشيشن. إذا بدي أخذ الـ d على dx لطرفي المعادلة، الطرف الأيسر هو y زائد sin y والطرف الأيمن هو x. ممتاز. طيب الآن عشان أوجد derivative للـ y زائد sin y، derivative للـ y هي y prime زائد derivative للـ sin y، derivative للـ sin هي cosine، بحتفظ في الزاوية في مشتقة الزاوية اللي هي y برايم، وهي راح تساوي مشتقة الاكس اللي هي كام؟ 1. لاحظوا هالحدين فيهم y برايم، إذا خلينا ناخذ ال y برايم عامل مشترك، شو بضل عندي هون؟ بضل عندي 1، وهون بضل عندي كوساين y، وهي راح تساوي كام؟ 1. إذا ال y برايم شو راح تساوي؟ عشان نطلع ال y برايم بدي أقسم طرفي المعادلة على 1 زائد كوساين y، إذا هي راح تساوي 1 على 1 زائد كوساين. ممتاز، إذا هيك وجدت الـ y برايم. طيب الآن عشان أوجد الـ y دبل برايم شو بدي أعمل؟ بدي أوجد الديريفاتيف للـ y برايم اللي هي عبارة عن كوشنت، وبالتالي عشان أوجد الـ y دبل برايم راح أستخدم الكوشنت رول. طيب الكوشنت رول شو بحكي لنا؟ المقام اللي هو 1 زائد كوساين y، المقام في مشتقة البسط، البسط هو 1 مشتقته 0، ناقص البسط اللي هو 1 في مشتقة المقام، الواحد مشتقتها 0 والكوساين مشتقتها ماينس ساين واي، بحتفظ في الزاوية وبضرب في مشتقة الزاوية. ممتاز، على المقام تربيع يعني 1 زائد كوساين واي الكل تربيع. طيب الآن هاي شو راح تساوي؟ لاحظوا هاي كلها صفر، وهون عندي ناقص في ناقص موجب، إذا بضل عندي في البسط ساين واي مضروبة في واي برايم على 1 زائد كوساين واي الكل تربيع. ممتاز، هيك لاحظوا وجدت الواي دبل برايم، لكن بلاحظ إنها بتحوي على واي برايم، وأنا أوريدي طلعت الواي برايم هون، إذا ممكن أجي هون وأعوض مكان الواي برايم قيمته. إذا شو راح تصير معاي الـ y دبل برايم؟ الـ y دبل برايم راح تساوي لاحظوا ساين y مضروب الآن في y برايم، y برايم هي عبارة عن 1 على 1 زائد كوساين y، إذا بدي أحط مكانها 1 على 1 زائد كوساين y على 1 زائد كوساين y الكل تربيع. الآن فقط خلينا نبسط هاي شو راح تساوي. لاحظوا في البسط في عندي ساين واي على لاحظوا هون 1 زائد كوساين واي، وهون 1 زائد كوساين واي الكل تربيع، إذا
هنا راح تكون على 1 زائد كوساين واي الكل تكعيب. هاي هي الواي تبلغرام. Example 4. Find all values of k such that y equal x to the power k satisfy the equation 3x تربيع y دبل برايم زائد 4xy برايم ناقص 2y بيساوي 0. إذا بدي أوجد جميع قيم k بحيث تكون الy بتساوي x أس k تحقق هالمعادلة. لاحظوا الآن في البداية إذا كانت الy بتساوي 0 فهالمعادلة راح تكون دائما صحيحة، وبالتالي ممكن بالبداية أفرض أن الy لا تساوي 0. مرة أخرى، لأن إذا كانت الy بتساوي 0 هالمعادلة راح تكون دائما صحيحة. الآن لاحظوا شو معطى معي في السؤال. معي الواي بتساوي x أس k، والمعادلة اللي معي بتحوي y دبل برايم وy برايم وy. لاحظوا هاي الواي، إذا خلينا نطلع y برايم شو بتساوي. بننزل الأس اللي هو k في x، بنطرح 1 من الأس، إذا k ناقص 1. الآن الواي دبل برايم شو راح تساوي؟ k بدي أضربها في k ناقص 1، وأطرح 1 من الأس، k ناقص 1 ناقص 1 يعني k ناقص 2. الآن خلينا نعوض هالقيم للواي والواي برايم والواي دبل برايم في المعادلة. إذا المعادلة لاحظوا 3x تربيع y دبل برايم زائد 4xy برايم ناقص 2y راح تساوي 0. الآن بدي أعوض الواي دبل برايم، هاي راح تصير 3x تربيع في y دبل برايم، هاي الواي دبل برايم هي عبارة عن k في k ناقص 1 في x أس k ناقص 2، طيب زاد 4x في y برايم، هاي الواي برايم هي عبارة عن k في x أس k ناقص 1 ناقص 2y. الواي هي x أس k، إذا ناقص 2 في x أس k، هاي شو راح تساوي؟ راح تساوي 0. الآن خلينا نبسط. لاحظوا الآن في عندي هون الأعداد 3 في k في k ناقص 1. الآن عندي x تربيع في x أس k ناقص 2، في الضرب بنجمع الأسس، 2 زائد k ناقص 2 بتروح 2 مع 2، إذا هون راح يصفي عندي x أس كام؟ x أس k. طيب زائد، الآن مرة أخرى الأعداد في عندي 4k، وبظل عندي x في x أس k ناقص 1، راح أجمع الأسس، الأس هون 1، 1 زائد k ناقص 1، إذا مرة أخرى هون عندي x أس k ناقص 2 في x أس k، هاي شو راح تساوي؟ راح تساوي 0. طيب الآن لاحظوا في عندي ال x أس k عامل مشترك في جميع الحدود، إذا خلينا ناخذ x أس k عامل مشترك وشوف شو بظل معي. هون بظل عندي 3k في k ناقص 1 زائد 4k ناقص 2، هاي كلها راح تساوي كام؟ راح تساوي 0. طيب الآن لاحظوا الـ x أس k اللي هي y لا تساوي 0، احنا فارضينها من البداية، إذا مين راح يساوي 0؟ 3k في k ناقص 1 زائد 4k ناقص 2، هاي اللي راح تساوي 0. طيب ممتاز. الآن خلينا أفكها وحاول أحل هالمعادلة. 3k في k راح تعطيني 3k تربيع، 3k في ناقص 1 ناقص 3k زائد 4k ناقص 2 بيساوي 0، إذن هاي راح تعطيني 3k تربيع ناقص 3k زائد 4k يعني زائد k ناقص 2 راح يساوي كام؟ 0. الآن هاي معادلة تربيعية، خلينا نشوف إذا ممكن نحللها. طيب الآن لو فتحنا قوسين يساوي صفر، هاي عندي 3k تربيع هي 3k في k، والاثنين هي 1 أو 2 في 1. لاحظوا الآن بدي الأوسط يكون بلس k، إذا خلينا ناخذ هون بلس وهون ماينس، هاي ماينس 2k و 3k راح يعطيني بلس k. إذا الآن عندي عددين حاصل ضربهم صفر، إما 3k ناقص 2 راح تساوي 0، أو k زائد 1 راح تساوي 0. هاي بتعطيني ال k شو بتساوي؟ راح نقول 2 على الجهة الثانية مقسم على 3، إذا ال k هي 2 على 3، وهي راح تعطيني إنه ال k بتساوي ناقص 1. إذا هاي هي قيم ال k
بحيث تكون الواي بتساوي اكس اس كي تحقق المعادلة. طيب ممتاز. example 5 if f of x equal x to the power 4 minus x cubed minus 6 x squared plus 7 x find an equation of the tangent line to the graph with f prime at the point b 2 3. طيب اذا بدنا الايكويشن of the tangent line، خلينا نتذكرها مع بعض، هي y بتساوي m في x minus a plus f في a. ولاحظوا الآن بدي إياها عند النقطة 2 و3، إذا الـ A هي 2 و F الـ A هي 3. ممتاز، الآن فقط بدي أوجد الـ M أو الـ Slope. طيب الـ M شو راح تساوي؟ لاحظوا الآن بدي أرجع على السؤال. Find an equation of the tangent line to the graph of F prime. إذا للجراف of F prime، إذا الـ Slope راح يكون الـ Derivative للـ F prime، يعني الـ F double prime. وين عند الاكس بتساوي كام؟ عند الاكس بتساوي 2. اذا السلوب هون هو اف دبل برايم، لانه بده الايكويشن للتانجنت لاين لمين؟ للجراف اوف اف برايم. اذا السلوب هو اف دبل برايم 2. طيب الان هي الاف الاكس، لاحظوا اف الاكس معطاه معي هي اكس اس 4 ناقص اكس تكعيب ناقص 6 اكس تربيع زائد 7x، هاي f x. خلينا اوجد في البداية f برايم x شو راح تساوي؟ راح تساوي 4x تكعيب ناقص 3x تربيع ناقص 12x زائد 7. والآن بدي f دبل برايم، مرة أخرى بشتق f برايم، هنا راح تساوي 12x تربيع ناقص 6x ناقص 12. الآن عشان أطلع الاسلوب، الاسلوب هو f دبل برايم 2، إذا بعوض مكان x ب 2، هاي راح تعطيني 12 في 2 تربيع ناقص 6 في 2 ناقص 12، هاي شو راح تساوي؟ راح 2 تربيع 4 في 12 48 ناقص هون 12 ناقص 12 يعني ناقص 24، إذا هاي راح تساوي 24. إذا السلوب هو 24، وبالتالي الآن معادلة المماس شو راح تساوي؟ y تساوي الـ m اللي هي 24 في x ناقص a، a اللي هي 2 زائد f الـ a اللي هي كام؟ 3. هاي شو راح تساوي الآن؟ 24x ناقص 48 زائد 3، وهاي راح تعطيني إنه الـ y تساوي 24x ناقص 48 زائد 3 راح تعطيني ناقص 45. إذن هاي هي الـ equation of the tangent line للجراف of f prime عند النقطة 2 و3. example 6 if g is a twice differentiable function، يعني twice differentiable يعني الجي برايم موجودة والجي دبل برايم موجودة، find المطلوب هو إيجاد المشتقة الثانية للإكس في g of x تربيع in terms of g و g prime و g double prime. طيب ممتاز، إذا بدي أوجد المشتقة الثانية لهالمقدار، إذا في البداية خلينا أوجد المشتقة الأولى d على dx ل x مضروبة في g of x تربيع، هاي شو راح تساوي؟ لاحظوا الآن هاي product of two functions، إذا راح أستخدم له product rule، الأول اللي هو x في مشتقة الثاني، مشتقة الجي اوف اكس تربيع. عشان نوجدها خلينا اذكركم في chain rule، كانت تحكي لنا انه دي على دي اكس لا الكومبوزيشن اوف تو فانكشنز مثلا جي اوف اف اوف اكس، هاي شو كانت تساوي؟ لاحظوا جي برايم بحتفظ بالفانكشن اف اوف اكس في اف برايم الاكس. ممتاز، الان بدي استخدم القاعدة لايجاد الديريفاتيف لمين؟ لجي اوف اكس تربيع. إذا راح تساوي هي جي برايم، بحتفظ بالفانكشن اللي هو اكس تربيع بمشتقة الفانكشن اللي بالداخل اللي هي كام؟ 2x. إذا هاي الأول في مشتقة الثاني، زائد الثاني اللي هو جي اوف اكس تربيع في مشتقة الأول، الأول هو اكس إذا مشتقته كام؟ 1. خلينا نبسط الآن ونشوف. لاحظوا أنا عندك اكس في 2x، هاي راح تعطيني 2x تربيع في جي برايم في اكس تربيع.
زائد جي اوف اكس تربيع. ممتاز، إذن هاي هي المشتقة الأولى أو الدي على دي اكس. الآن عشان أوجد المشتقة الثانية دي تربيع على دي اكس تربيع لهالمقدار اللي هو اكس في جي اوف اكس تربيع، شو راح نعمل؟ راح أشتق هذا المقدار. لاحظوا هاي هي المشتقة الأولى، عشان أوجد المشتقة الثانية راح أشتق المشتقة الأولى. في المقدار الأول في عندي حاصل ضرب two functions، خلينا نعتبر two x تربيع الفانكشن الأول والg prime في x تربيع هي الفانكشن الثاني. إذا شو راح تساوي الديريفاتيف؟ الأول اللي هو 2 x تربيع، الآن في مشتقة الg prime في x تربيع راح تعطيني g double prime في x تربيع في مشتقة الفانكشن بالداخل اللي كان 2 x، هاي الأول في مشتقة الثاني زائد الثاني اللي هو g prime of x تربيع في مشتقة الأول، الأول هو 2x تربيع إذا مشتقته هي 4x، الآن زائد لاحظوا الآن ظل عندي مشتقة ال g of x تربيع اللي هي عبارة عن g prime الفانكشن بالداخل اللي هو x تربيع بضرب في مشتقة الفانكشن اللي كان 2x. طيب ممتاز، الآن خليني أبسط. لاحظوا هون في عندي 2x تربيع في 2x، هاي شو راح تعطيني؟ 4x تكعيب في g double prime of x تربيع، زائد هون شو في عندي 4x في g prime of x تربيع، وهون عندي 2x في g prime of x تربيع، هذول الحدين متشابهين إذا ممكن أجمعهم، إذا هاي راح تعطيني 4x تكعيب في g دبل برايم x تربيع، زي ما حكينا هذول متشابهين 4x و 2x راح يعطيني 6x في g برايم of x تربيع. إذا لاحظوا هاي هي السكند ديريفاتيف للمقدار x في g of x تربيع، وطلعت معي بدلالة ال g دبل برايم وال g برايم. خلينا ننتقل الآن للحديث عن مفهوم فيزيائي جديد، هو مفهوم الأكسلريشن أو التسارع. لاحظوا احنا لغاية الآن عرفنا دالة المسافة أو الـ position function ورمزنا لها بالرمز S of T، وعرفنا الـ V of T اللي هي دالة السرعة، وحكينا إنه الـ V of T هي الـ S prime of T، أي يعني إنه السرعة هي مشتقة المسافة. الآن راح أعرف دالة جديدة اللي هي A of T، هاي الدالة هي دالة التسارع. شو بتساوي الـ A of T؟ بتساوي V prime of T. لاحظوا ال V هي S prime of T، وبالتالي ال A of T هي S double prime of T. يعني لاحظوا السرعة هي المشتقة الأولى للمسافة، والتسارع هو المشتقة الثانية للمسافة، أو ممكن أحكي إنه السرعة هي مشتقة المسافة والتسارع هو مشتقة السرعة. إذن هاي هي العلاقة بين المسافة والسرعة والتسارع. Example 7. The position of a particle is given by the equation S of t بيساوي 4t تكعيب ناقص 9t تربيع زائد 6t زائد 2. يعني الموقع للجسيم يعطى من خلال هالمعادلة، where S اللي هي المسافة تقاس بالمتر، بينما الزمن اللي هو t يقاس بالثواني. هاي ذكروها كويس، المسافة تقاس بالمتر والزمن بالثواني. يعني شو المطلوب بالفرع A؟ What are V of T and A of T? The velocity and acceleration of the particle at time T. يعني بدي أوجد السرعة والتسارع لهالجسيم. طيب السرعة اللي V of T، أنا بعرف إنه السرعة شو بتساوي؟ بتساوي مشتقة المسافة أو S prime of T. هاي شو راح تساوي؟ لاحظوا هاي ال S of T، إذن الديريفاتيف إلها راح تساوي 12 T تربيع ناقص 18t زائد 6، والاثنين طبعا مشتقتها صفر. هنا هي دالة السرعة الـ V of T. الآن عشان أوجد التسارع الـ A of T، شفت أنا قبل شوي أن التسارع هو عبارة عن مشتقة السرعة أو الـ V prime of T. هاي الـ V of T، إذا بدي أوجد الـ V prime of T، 2 في 12 رح يعطيني 24t ناقص، وهاي 18t مشتقتها 18 والستة مشتقتها صفر. إذن الـ A of T هي 24T ناقص 18، وهي هي دالة التسارع.
خلينا ننتقل الآن إلى الفرع B. What is the velocity of the particle after 2 seconds؟ يعني بدي أشوف شو سرعة الجسيم بعد مرور ثانيتين. الآن من الفرع A شفنا إنه السرعة عند الزمن T هي 12 تي تربيع ناقص 18 تي زائد 6. الآن بده السرعة بعد مرور ثانيتين، يعني التي بتساوي 2، يعني بده السرعة بعد ثانيتين يعني في 2. إذا رح أعوض في البي أوف تي مكان التي ب2، إذا هاي 12 في 2 تربيع ناقص 18 في 2 زائد 6، وهاي شو رح تساوي الآن؟ 2 تربيع 4 في 12 48 ناقص 18 في 2 36 زائد 6، وهاي شو بتساوي؟ 48 ناقص 36 12 زائد 6 18. يعني شو وحدة القياس؟ أنا بتكلم عن السرعة، ولاحظوا الآن المسافة بالمتر والزمن بالثواني، إذن هي متر لكل سكن. هاي سرعة الجسيم بعد مرور ثانيتين. الفرع C. When is the particle at rest؟ يعني متى رح يتوقف هالجسيم؟ لاحظوا الجسيم بتوقف لما تكون سرعته بتساوي صفر، وهي الـ V of T موجودة معاي. إذا بدي أشوف متى الـ V of T أو السرعة رح تساوي صفر، إذا بدي أحل هالمعادلة 12 T تربيع ناقص 18 T زائد 6. لاحظوا هاي بتعبر عن السرعة، بدي أشوف متى بتساوي صفر عشان أشوف متى الجسيم رح يتوقف. طيب الآن عشان نحل هالمعادلة، لاحظوا في عندي 6 عامل مشترك، شو بضل عندي هون؟ لما أخذ 6 بضل عندي 2 T تربيع ناقص 3 تي زائد 1 يساوي صفر، وهاي الآن عندي 6، وهاي ممكن أحللها لقوسين، شو راح تساوي؟ طيب 2 تي في تي، وهون عندي 1 في 1، وهون عندي ناقص في ناقص. إذا لاحظوا حاصل الضرب يساوي صفر، إذا إما 2 تي ناقص 1 بتساوي صفر، أو تي ناقص 1 بتساوي صفر. هاي راح تعطيني تي بتساوي كام؟ 2 تي راح تساوي 1، إذا التي راح تساوي نص، وهون التي راح تساوي كام؟ 1. لاحظوا أنا بتكلم عن الزمن، إذا هاي سكند وهاي كمان سكند. إذا الجسيم راح يتوقف بعد مرور نصف ثانية وبعد مرور ثانية. فرع دي. What is the acceleration of the particle after 3 seconds؟ يعني بدي أشوف تسارع الجسيم بعد مرور 3 ثواني. لاحظوا الآن هاي دالة التسارع اللي هي الـ A of T بتساوي 24 T ناقص 18. الآن إذا بدي التسارع بعد مرور 3 ثواني، راح أعوض مكان T بكام؟ ب3. إذا بدي أوجد A عند الثلاث، هاي شو راح تساوي؟ 24 في 3 ناقص 18، وهاي راح تساوي كام؟ 24 في 3 72 ناقص 18، وهي راح تساوي 54. اللحظة أنا بوجد في التسارع، إذا شو وحدة القياس للتسارع؟ هي متر لكل سكند تربيع. هاي مهمة جدا، لازم تحفظوها بشكل جيد. وحدة القياس للتسارع هي متر لكل سكند تربيع. خليني هون جانبا أذكركم بوحدات القياس. لاحظوا إذا كان عندي الفانكشن S of T لدالة المسافة، وخليني أفرض أن المسافة تقاس بالمتر، إذا السرعة اللي هي V of T منقيسها بمتر لكل سكند، بينما التسارع اللي هو الـ A of T منقيسه بالمتر لكل سكند تربيع. هاي مهمة جدا، احفظوها بشكل جيد. الفرع الأخير من example 7. When is the acceleration of the particle is positive؟ يعني بدي أشوف متى راح يكون تسارع الجسيم موجب أو أكبر من صفر. لاحظوا التسارع هو الـ A of T اللي هو 24 T ناقص 18، بدي أشوف وين بكون أكبر من صفر. إذا رح أخذ الآن الـ 24 تي ناقص 18 اللي بتمثل التسارع، وبدي أشوف وين رح تكون أكبر من صفر. طيب الآن خلينا نقول 18 على الجهة الثانية، إذا الـ 24 تي رح تكون أكبر من 18. الآن لو قسمت الطرفين على 24 رح يعطيني تي أكبر من 18 على 24. لا ممكن نبسط، إذا التي راح تكون أكبر من، لو قسمنا البسط على 6 راح يعطيني 3، والمقام على 6 راح يعطيني 4. إذا لما تكون التي أو لما يكون الزمن أكبر من 3 على 4، التسارع راح يكون بوزيتيف أو موجب. خلينا نكتبها الآن هون، الأكسلريشن
is positive بكون موجب متى؟ when عندما يكون الزمن أو t أكبر من 3 على